الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم، سؤالي عن صور العرض في الواتساب، أحيانا أخذ صور من دون استئذان من صاحبها، فهل هذه تعتبر سرقة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، إذا كانت هذه الصورة من صور ذوات الأرواح فلا يجوز إبقاؤها، لا صاحبها لا عند لا فلا يجوز أن تبقى لا عند صاحبها الأصلي ولا عندك أنت، فلا يجوز أن نبقي شيئا من صور ذوات الأرواح، لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل في تصوير ذوات الأرواح المنع إلا ما دعا له داعي الضرورة أو الحاجة الملحة. وقد تواترت الأدلة من السنة في التحذير الشديد من تصوير شيء من ذوات الأرواح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، الحديث بتمامه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون بها يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. والأدلة في هذا كثيرة ولله الحمد. فإذا كانت هذه الصورة من صور ذوات الأرواح فلا يجوز لصاحبها الأصلي أن يبقيها عنده، ولا يجوز لك أن تأخذها منه سواء بعلمه أو بغير علمه. وأما إذا كانت من صور غير ذوات الأرواح فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون صاحبها قد أوقفها، بمعنى أنه بذل منفعتها لمن أرادها أو احتاج لها من الناس، فيجوز لك أن تأخذها ولو لم تستأذنه، لأن إذنه قد سبق بطرحها بين المسلمين وتمكين الناس من تصويرها أو أخذها متى شاء. وأما إن كانت من الصور التي يحتفظ هو بحقوق طباعتها ويدخرها له، أو يريد من ورائها أن يجني شيئا من المال، فهي من حقوق ملكيته وخصوصياته، فلا يجوز لأحد أن ينتهك ملكية مسلم إلا بطيب نفس منه. فلا يجوز لك أن تأخذ شيئا من هذه الصور إذا كان هو يدخرها لنفسه أو يحتفظ بها لغرض من الأغراض إلا بعد إذنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وهذه الصورة تعتبر مالا له وملكا له. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يأخذ عصا أخيه إلا بطيب نفس منه. وهذا في أمر العصا، والصورة مثلها بجامع الملكية في كل. فإذا كان قد سبلها للمسلمين ومكن غيره من الانتفاع بها ولم يتحجر عليها فلك أن تأخذها ولو لم يعلم. وأما إذا كان قد احتفظ بحقوق طباعتها وادخرها لنفسه فلا يجوز لك أن تأخذها إلا بإذنه، والله أعلم.